جالس يا بندر، جالس يا عبد الله، جالس يا لافي. نعطي الورد هذا لمحمد بس. ابد، هو تحت امركم هذا الورد. بندر تعال جنبي، بندر تعال جنبي. امسك عشان بس البرد. خذ الهواء هواكم. محمد من ابن حايل، يستاهل الورد من شاله. الله يسعد قلبك يا ابو نايف. ابو فزاع تعليقك قبل نجي لمحمد، بناخذ تعليقه. انا تعليقي اقول الله يحييهم، جو جابوا الخير معهم، يا مرحبا فيهم. الحمد لله. محمد انت اقوى من كذا، وبعدين استقبل الضيوف بالابتسام، وانا والله مقدر مشاعرك يا محمد. ودنا نسمع صوتك يا محمد، لا تزعلنا حتى احنا بنبكي معك الحين. علق المايك يا محمد. عبد الله اشوف ابتسامتك الجميله لا غيبها الله. اكيد والله اشتقنا لمحمد والله كثير. ايش مقدار فقده محمد عندكم وفي حايل بشكل عام؟ والله الجو يعني ماشي هناك حايل. محمد والله جوهر يعني. محمد حبيبي ابو نايف قدناه. ادري انها دموع فرح والله يديمها ان شاء الله، بس ابغى ابتسامه الامل اللي عندك بعد هالموقف الجميل. الحمد لله والله اني مشتاق لهم كثير. الحمد لله. اي والله، واليوم كنت حتى اكلم ناصر الحربي اقول له ابغى اتصل عليهم، قال لي لا تخسر رصيدي، قلت عادي اخسر، ابغى ادق عليهم، لانه كل اسبوع انا محتاج جرعه يعني من خلالها انتعش وعشان اقدر ادي في البرنامج. فقال لي اوعدك وعد محمد ان شاء الله خير، بس الحين ما اسمح لك حتى الاجواء ما تسمح، تصرفها في الاجواء. طيب قبل الهواء اقول لك، راح البس مايكك وغير، راح ناخذك معنا. هل كنت تتوقع هالشيء؟ لا والله، لو كنت اتوقع كان لابس نظارات عشان حتى اشوفهم زين. طيب نظاراتك وينها؟ في الدولاب. طيب شباب، واحد يخدمنا يجيب نظارات محمد في الدولاب حقه. ابو فزاع، خليني اخذ بندر قبلك. بندر مره. بندر ابغى اسمع صوتك. شعورك؟ قبل شيء قلت ما اقدر اتكلم، الان طلع اللي في الخاطر، ابغى شعورك. الحمد لله بندفنا. طيب ابو فزاع عرفت دولابي؟ لازم اتكلم. بندر لازم اتكلم.